بعد هزيمته بهدفين دون رد. إلى الدوري الدولي مولاي الحسن لسباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية ومرحلة ثانية أيضا امتدت على 128 كيلومترا انطلاقا من مكناس وعودة إليها. تفاصيل المرحلة الثانية ما قبل الأخيرة مع مفادنا مصطفى طلال. المرحلة الثانية من الدوري الدولي مولاي الحسن لسباق الدراجات ربطت بين مدينة مكناس ومنطقة دويات ثم العودة إلى مدينة مكناس. طول مسافة هذه المرحلة 130 كيلومتر. عناصر المنتخب الوطني المغربي دخلت منافسات هذه المرحلة من أجل احتلال المراكز المتقدمة التي تخول لها إضافة نقاط أخرى إلى رصيد المغرب المتربع على كرسي زعامة الترتيب العام الإفريقي، مركز يؤهله في ظل هذه الوضعية لتأهل لمنافسة الأولمبية القادمة. لكن إضافة نقاط أخرى سيزكي هذا الطرح وسيجعل حدود المغرب وافرة لتحقيق هذا المبتغى. مرحلة اليوم تميزت بكثرة المنعرجات وصعوبة المرتفعات، أبرزها مرتفع زقوطة الذي شكل العقبة الحقيقية أمام الدراجين. مرتفع ساهم في تقسيم قافلة سباق إلى ثلاث كوكبات. الكوكبة الأولى كانت تتكون من 7 دراجين ضمنهم عناصر المنتخب الوطني المغربي. الصراع تواصل حتى الدخول إلى مدينة مكناس، حيث عاد المركز الأول الأوكراني فولديمير بيليكا الذي قطع مسافة السباق في ظرف 3 ساعات و31 دقيقة. المركز الثاني عاد للمغربي طارق الشعوفي. النتيجة ديال البارح وديال اليوم يعني نتيجة لا بأس بها، حيث كسب أكبر عدد النقاط. الفرق الجزائرية الجوج اللي جايين عازمين باش يعملوا شيء مستحيل باش يفوزوا بهذه المراحل. المنتخب الوطني المغربي حصل على 50 نقطة في مرحلة اليوم، رصيد يدعم مكانة الفريق الوطني المغربي في مقدمة الترتيب العام الإفريقي.